بكم في قناة توماسترين. محمد فوزي، لماذا تم اضطهاده في عصر الرئيس عبد الناصر؟ وما هو سبب وفاته؟ ولماذا تمت سرقة جثمانه؟ ولماذا تم الانفصال عن مديحة يسري؟ كل ده وأكتر هتعرفوه معانا، لكن قبل ما تكمل الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس. محمد فوزي اسمه الحقيقي محمد عبد العال حبس الحول، ولد في 15 أغسطس عام 1918، ولد في طنطا وتحديدا في قرية كفر أبو جندي التابعة لمركز أطور بمحافظة الغربية. هو الابن رقم 21 من أصل 25، منهم الفنانة هدى سلطان وهند علام، وده طبعا لأن أبوه اتجوز 3 مرات. تخرج الفنان محمد فوزي من المدرسة الابتدائية في طنطا، وده سنة 1931، وبدأ يغني محمد فوزي في الموالد والأفراح والحفلات الشعبية. بعد كده التحق محمد فوزي بمعهد فؤاد الأول للموسيقى في القاهرة، بس للأسف ما كملش دراسته. ولما وصل 20 سنة تقدم لامتحان الإذاعة المصرية كمطرب وملحن، بس للأسف قبلوه كملحن ورفضوه كمطرب. بعد كده راح يشتغل في ملهى بديع المصابني، وفي ملهى بديع المصابني اتعرف الفنان محمد فوزي على رقاصة اسمها لولا، وقامت قصة حب بينهم، إلا إن لما علمت بديعة بقصة الحب دي فقامت طرد الرقاصة، ولما سمع محمد فوزي فقدم استقالته وفاء لحبيبته. وبعد كده عرضت عليه فاطمة رشدي إنه يشتغل معاها إيمانا بموهبته. بعد كده شافوا الفنان يوسف بيه وهبي، وراح جابه إنه يمثل معاه دور صغير في فيلم سيف الجلاد عام 1944، وبدأ الفنان محمد فوزي يلفت النظر، فعرض عليه المخرج محمد كريم أول بطولة له في فيلم أصحاب السعادة، بشرط إنه يعمل عملية جراحية تجميلية لشفته العليا لأنها كانت مفلطحة قليلا. وراح محمد فوزي بالفعل وعمل العملية، ونجح فيلم أصحاب السعادة نجاح كبير جدا، حتى أصبح محمد فوزي نجم شباك وبدأت خطواته نحو النجومية والشهرة. فقدم قبلة في لبنان ومجد ودموع والعقل في أجازة وحب وجنون، ومثل في أكثر من 32 فيلم سينمائي. وفي سنة 1947 استطاع محمد فوزي إنه يأسس شركة أفلام خاصة بيه، وقدم من خلالها مجموعة من الأفلام السينمائية، من أهمها فيلم فعل خير وفاطمة ومريكة ورشيل ومعجزة السماء، إلا قدم من خلالها أغنية طمني بأسلوب جديد والعديد من الأفلام السينمائية. وفي سنة 1958 أسس أول مصنع للإسطوانات في الشرق الأوسط، وهي شركة مصر فون، ويقال إن الفنان محمد فوزي راح جاب المعدات بنفسه من هولندا وعمل أكبر مصنع إسطوانات عشان يوفر العملة الصعبة، لأن كانت الإسطوانات الأول كانت بتيجي من برة. مش بس كده، عمل أول فيلم سينمائي بالألوان من خلال الفيلم حب في خطر مع صباح، واستطاع محمد فوزي إنه يتربع على عرش السينما والغناء في الأربعينات والخمسينات. نيجي بقى لحياته الشخصية. الفنان محمد فوزي اتجوز 3 مرات، أول مرة سنة 1943 وكانت من زوجته الأولى السيدة هدايا، وكانت من خارج الوسط الفني، وأنجب منها 3 أولاد نبيل وسمير ومنير، ثم انفصل عنها سنة 1952. وفي نفس السنة اتجوز الفنانة مديحة يسري، واللي قدم معاها مجموعة من الأفلام السينمائية وعملوا أحلى قبل في السينما، وأنجب من الفنانة مديحة يسري الطفلة الأولى كانت اسمها وفاء بس للأسف ماتت، ثم أنجب منها عمرو اللي توفى نتيجة حادث أليم جعل الفنانة مديحة يسري بعدها أن تعتزل للفن. ثم انفصل الفنان محمد فوزي عن مديحة يسري سنة 1959، وقالت الفنانة مديحة يسري: أنا محمد فوزي كان مرح للغاية وكان ذكي جدا وما كانش بيحب الحزن، فكانت لما تحصل مشكلة بينا يجي بعد شوية يقول لها يلا نروح سينما، فتقول له أنا زعلانة منك، يقول لها يا أنت لسه فاكرة. وعن سبب الانفصال صرح قبل كده الناقد طارق الشناوي وقال في حوار في برنامج سنة 2017 على السي بي سي إن الفنانة مديحة يسري اتأكدت بالفعل إن كانت في خيانة من محمد فوزي وواجهته، وقررت بالفعل إنها تنفصل عنه، إلا إنها طلبت منه إنهم يفضلوا أصدقاء. أما عن زواج الثالث فكان من الفنانة كريمة فاتنة المعادي، واللي طلب منها إنها تعتزل التمثيل، وتم الزواج سنة 1960 وأنجب منها ابنته إيمان. وفي لفتة جميلة للفنان محمد فوزي قام بترحيل النشيد الوطني الجزائري، ولم يتلقى الفنان محمد فوزي أجرا لترحيله، وقدموا هدية للشعب الجزائري،
وإرفانا للشعب الجزائري له، فقام بإطلاق اسم محمد فوزي على المعهد الوطني العالي للموسيقى بالجزائر، بالإضافة إلى منح وسام الاستحقاق الوطني. وفي سنة 1961 قامت الحكومة المصرية بتأميم شركة محمد فوزي مصر فوند. مش بس كده، عينته موظف في الشركة بمرتب 100 جنيه فقط. وكتير قالوا إن الفنان محمد فوزي اتعرض للظلم، وخصوصا إن كون الشركة دي بماله الخاص، ويقال إن رجال نظام رئيس عبد الناصر وقتها انتقموا من محمد فوزي نتيجة لصداقته بالرئيس السابق محمد نجيب. وبتأميم شركة مصر فوند كانت أكبر صدمة للفنان محمد فوزي، واللي دخل بعدها لمرحلة اكتئاب، ثم ظهر عليه علامات المرض بعد ذلك، حتى بدأ وزنه يقل تدريجيا، حتى دفعه بعد ذلك للسفر للخارج للعلاج، فسافر إلى لندن ثم سافر إلى ألمانيا، وهناك أصدر بيان إن الأطباء لم يستطيعوا أن يحددوا ما هو نوع المرض الذي يعاني منه الفنان محمد فوزي. وفي أيامه الأخيرة كتب الفنان محمد فوزي رسالة غريبة جدا، قال فيها: إن الموت علينا حق، وإذ لم نمت اليوم سنموت غدا، وأحمد الله إنني مؤمن بربي، فلا أخاف الموت الذي قد يروحني من هذه الألام التي أعانيها. قد أديت وجبي نحو بلدي، وكنت أتمنى أن أؤدي الكثير، ولكن إرادة الله فوق إرادة كل البشر، والأعمار بيد الله، لم يطلها الطب، ولكني لجأت إلى العلاج حتى لا أكون مقصرا في حق نفسي وفي حق مستقبل أولادي الذين لا يزولون يطلبون العلم في القاهرة. تحياتي إلى كل إنسان أحبني ورفع يده إلى السماء من أجلي. تحياتي لكل طفل أسعدت أنحاني. تحياتي لبلدي. أخيرا تحياتي لأولادي ولأسرتي. وفي 20 أكتوبر عام 1966 توفى الفنان محمد فوزي بألمانيا. وقيل بعد وفاته إن سبب الوفاة كانت سرطان العظام، وآخرين أكدوا إن كانت سبب الوفاة هو مرض نادر في الدم. وعن سرقة جثمان الراحل محمد فوزي، وأثناء تشييع الجنازة حدث موقف غريب جدا من محبينه، إنه أثناء الصلاة عليه تم اختطاف النعش من قبل محبين محمد فوزي، وذلك اعتراضا على إنه لم ينل تكريم كافي من الدولة، وعانى الكثير بسبب التأمين، وعبروا بالموقف ده عن غضبهم. والكلام ده أيضا اللي أكده الإذاعي الراحل وجد الحكيم. والغريب كمان قال وجد الحكيم وقتها إنه لم يتم تأمين الجنازة من الشرطة في ذلك الوقت. ويضع الكثير من علامات الاستفهام، هل فعلا محمد فوزي تعرض للتأمين نتيجة لعلاقته بمحمد نجيب، ولا بسبب الرواية الأخرى اللي بتقول إن السيد سامي شرف اللي كان بيدير مكتب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان سبق وطلب إيد السيدة كريمة زوجة محمد فوزي، إلا إنها رفضت، حتى إنه طلب إيدها تاني بعد وفاة محمد فوزي، ولهذا السبب تم التأمين. ويقال أيضا إن الفنانة أم كلثوم تدخلت بنفسها، وذلك للعلاج على نفقة الدولة لسفر محمد فوزي، إلا إن كان سامي شرف وقتها كان بيقطع عليها الطريق. قالوا أن الفنان الراحل محمد فوزي كان غير محب للسياسة، لكنه انكوى بنارها، إلا إنه كان محبا لبلده ومصلحة بلده، وغنى الكثير لوطنه. من أهم أغنياته بلد أحببتك يا بلدي. محمد فوزي قال عنه فريد الأطرش إنه لو أمد الله في عمره لكان وصل للعالمية. رحم الله الفنان محمد فوزي. جبنا لكم الحكاية كلها بالتفصيل. ادعمنا باللايك والاشتراك، وانتظرونا في المزيد.